ازيكم يا كرافتوية، عاملين ايه؟ النهارده بقى يا جدعان انا هلعب امن الشعوب تاني، لان انا الفيديو اللي نزلته اللي فات بتاع امن الشعوب لقيته ان هو فعلا جاب نسبة فيو عالية وجاب تفاعل حلو قوي واللعبة عجبت الناس، فانا قلت بقى ايه خلاص اكمل فيها. طبعا انا كان في شوية مهمات كده صغيرة عملتهم لوحدي. تمام، النهارده بقى هنعمل ايه؟ المهمات بتاعت سفينة المجهول، او ده كان اصلا الاصدار اللي انا نزلت فيه اللعبة اول مرة، كانت اصدار سفينة المجهول. فكانت مهمات السفينة دي كانت حاجة كبيرة أوي ساعتها، يعني دلوقتي ولا أي حاجة، بس المهم نعملها مع بعض لأن هي مهمات حلوة بصراحة هتعجبكم. ماشي، والسفينة اللي أنا كنت وريتها لكم دي اللي هي شبه السفينة اللي في بايرتس أوف ذا كاريبيان. بس فقبل ما نبدأ بقى، لو أنت أول مرة تتفرج عليا متنساش إن أنت تشترك، تعمل لايك، تعمل شير، الكلام ده كله. والناس اللي مشتركة يعني كده كده تعمل لايك بقى يا جدعان. ويعني عايز اوصل 5000، انا الفيديو اللي فات قلت لكم عايز اوصل 5000، ما جاليش غير 5 سبسكرايب بس، يعني عايزين نزود الموضوع شوية، عايزين مثلا نجيب 100 ولا حاجة الفيديو ده بس. فايه عشان ما اطولش عليكم بقى، ايه يلا بينا نبدأ. اوه انا واقف جنب الربان بحار. تمام، سفينة النجوم مرحلة 1، ناخد منه المهمة. ماشي، ننزل بقى، استنى ننزل الصديق بتاعنا عشان ده اللي هينفعنا جوه، عشان الوحوش جوه اصلا يعني مش هقدر عليهم لوحدي في الليفل ده. ماشي، او الكلب الواسكي بتاعي. ماشي، بصوا كمان انا جبت ايه، جبت الاسد ده عشان يعني هيبقى اسرع كده. قلنا بقى ايه، نروح على السفينة. انت عامل دوشة، الذئب ده عامل دوشة. طب استنى، انت عامل دوشة جامدة اوي. طب بقول لك ايه، عندي حل، احنا نعمل كده. ماشي، بص دي بقى لسه ما فتحتهاش. ماشي، يطلع طيب بره، معلش انا اسف انا اسف. ماشي، استنى دقيقة بس البتاعة دي تحمل، رابط تخلص اهي. يلا بقى، بصوا بقى يا جدعان، سلحفاة تعمل دوشة برضه، بس أكيد مش زي الذئب يعني. استنى نشوف المهارات بتاعتها ايه. ده مش مفعلة الوحدة، مش مفعلة الوحدة. طيب ماشي، مفيش مشكلة، خلينا نجيب دي كده. ماشي، نجيب دي كده، دي كده، دي كده، نعمل دي، نعمل كمان دي. نخش بقى على السفينة يا جدعان. ايه السفينة شكلها جامد فشخ والله يا جدعان. ماشي، احنا كده هنروح على سطح السفينة. سطح السفينة، حارس السطح، صح؟ ايه رأيكم في اللبس الجديد ده؟ لسه جايبه دلوقتي قبل ما ابدأ الفيديو. ماشي، عند الحسناء أميرة، هنروح عند الحسناء أميرة. ماشي، نقتل 3 4، نقتل 4. طبعا واحد هيسألني، طب انا ليه ما نزلش الذئب والسلحفاة الاتنين مع بعض؟ اقول لك عشان مينفعش، شوف سهل. لا هو فعليا ما فيش غير اللي هو اختصاصات معينة هي اللي بتقدر تنزل 2 مرافقين مع بعض. انا كده قفلت الصوت خالص، مش كده شغال. حلو، ماشي، خش على المخمل. يلا كده خلصنا الـ4. ماشي، عندي
صح يا جدعان، كان في واحد اسمه مستر فاين ارتست، ده دخل قال لي ان هو هينزل اللعبه. ماشي، انا قلت له ايه قشطه تعالى انا مستنيك يعني نلعب مع بعض. انا بقى مش يعني مش عارف هو مين، ف لو يبعت لي اي حاجه ويقول لي اي حاجه عشان نلعب مع بعض يبقى قشطه قوي. في انا مستنيه يعني يجي يلعب معايا. ماشي، ولو شاف الفيديو ده بقى برضو يكتب له كومنت ويقول له اسمه ايه اصلا، ويبقى اسمه ايه في اللعبه. ماشي ناخد. ماشي مرحله 2. ماشي كده بقى نقدر نخش، يلا بينا. مش المرشد جوهن؟ تعال عم. ماشي بس كده نخش بقى المرحلة 3، ده هو السفينة. بس المكان ده والله شكله حلو. ماشي بيبي المكار ده يا جدعان، انا عايز اقول لكم ان هو كان ياما بيقتلنا والله العظيم بجد، كان بيقتلنا كتير اوي. بس انا معايا السلحفة، مش هسيبها تضرب لوحدها اكيد. ما بص بيدينا سم كده ابن لذينه، بس قتلناه برضه وخدت ليفل اب، بقيت ليفل 15. يعني ليفل 15 ده ولا حاجة، انا يعني الفيديو الجاي شوف هيبقى مثلا هيبقى امتى، هبقى ليفل 50. ف الموضوع سهل. نخش سفينة المجهول مرحلة 4. ماشي يلا بينا. اه المكان ده بقى فعلا سحلة، المكان المهمة هنا سحلة. احنا بندور على سلسلة، ماشي، بنجزاها على 6 أجزاء في ال6 أوض دول. احنا هنخش الأوضة بقى ندور ايه على جزء جزء. ماشي نخش على أول أوضة، دي سهلة دي. نخش هنتكلم مع واحدة كده هتدينا القطع على طول. هل سمعت عن العرفة؟ دي قصة اللعبة بقى، لو دوست لا استطيع القيام بذلك هتديك سم، فانت تقول اريد المتابعة مهما كان السماء. بس كده وديتنا ايه اول قطعة. نطلع بقى نخش ايه الأوضة اللي بعدها. ماشي هندور شوية نتسحن شوية. نقتل. ماشي قول ان هو يوقع. موقعهاش. ماشي قولي بس ده وقع. ماشي حلو. ماشي كده جمعنا 2 ناقص 4 هم 6. نخش على اللي بعدها. مش هنا ندور في الجثث دي. السفينة دي كلها زومبي وجثث وبتاع. بس كده خدنا حلو حلو، مخدناش وقت. ماشي نخش على اللي بعدها. كده احنا بس عشان هي لخبطة كده احنا معانا رقم 4 ورقم 1 ورقم 2.
ماشي بقى اللي جاية دي الأوضة رقم 3، دي المفروض هتدينا رقم 3، هنا هنقتل. ماشي، بس أنا عايز أقولكوا دلوقتي الوحوش واقفة ثابتة في مكانها ما بتتحركش. الأول كانت الوحوش بتتحرك وتلف وبتاع، ايه اذا ده اداني رقم 5، المفروض دي 3. ما علينا، ماشي نطلع بقى نخش على اللي بعده كده. ناقص دي واللي في النص، خلينا اللي في النص الاول. ماشي، عايز اقول لكم بقى اول مرة كنت بعمل فيها المهمة دي كنت مع واحد صاحبي، قعدنا بتاع 5 ساعات ولا حاجة واحنا مش عارفين نعمل ايه، كانت ايام. المهم بقى وانت بتتفرج كده ما تنساش تدوس على الزرار الاحمر اللي تحت اللي هو بتاع الاشتراك، تأكد ان هو بقى لونه رمادي، ودوس بقى على زرار الجرس اللي جنبه واختار اول عشان يوصلك الفيديوهات اللي بعد كده. ماشي نشوف، ده اداني رقم 5 تاني. طب ازاي؟ ما هي عشان دي فعلا الاوضه رقم 5. طب ماشي ثواني نطلع، طيب نخش على الأوضة رقم 6، يعني احنا نخلص واحد احنا نخش بس على الأوضة رقم 6 ونشوف ايه الكلام ده. ماشي هنا هنقتل، معرفش حاجة. ماشي خدت ليفل وهو موقعش حاجة برضه، بس هو في حاجة غلط الأوضة اللي فاتت، يعني مش عارف. لا برضه نجرب نقتل ده، انت بتضرب السلحفة بتاعتي. بس استنى رقم 6 وقعت اهي، سيبك منه خلاص مش هنقتله كده. ناقص رقم 3، فاحنا نخش الأوضة رقم 3 تاني نشوف بقى ايه الكلام. طيب المفروض هنا تقع علينا رقم 3 مش رقم 5. رقم 5 برضو. طب مش هنكمل، ممكن تقع رقم، مش عارف في حاجة غلط في اللعبة طيب ولا ايه. ده دي المهمة اللي قبل الأخيرة في السفينة أصلا. خمسة برضو. طيب كده في حاجة غلط بقى، يعني رقم 5 بتقع في 3 و5. طب ايه يا جدعان، حد حصل معاه الحوار ده قبل كده؟ ده أول مرة يحصل. برضو رقم 5، ناقص رقم 3 اهي. بس ايه ده؟ طيب حلو قوي، ماشي يلا بينا. خ...
خلصنا. كان ناقص اخر مهم بقى ان احنا هنقتل ايه. سيبولكم مفاجأة. قلادة العرافة، احنا لسه هنروح نبقى نقتل العرافة دي بقى بعدين ليفل 50. مش هنقتل هانزر العملاق. يلا بينا. ده يعني كان المفروض ان احنا نجمع تيم ونروح عشان نقتله، يعني برضو ما كانش ينفع الواحد. مهمات السفينة كلها ما كانش ينفع حد يعملها لوحده، يعني بيقول لهم معاه مرافق كده زي ده. بص عامل ازاي، ادخل عليه سلحفتي وانا اقوم داخل وراها. يلا بينا. انا بتضرب، انا بتضرب. اضربيه اضربيه. ده ايه؟ حلو قوي. ليفل اب. بصوا يا جدعان السهوله. خلصنا كده، خلصنا والله. انا مش مس... يعني انا الموضوع شايفه عادي ولا اي حاجه. ايه ده؟ مش زي الكلاده العرافه اتنين دي على كتب الموضوع. انا مش هينفع اخدها اصلا. لا دلوقتي مهمات السفينة فعلا بقى فيها غلط. يلا بينا نخرج. ماشي، نروح بقى ايه نسلم المهمة، عشان دي يبقى فاضل لنا مهمة واحدة بس هنا في الجزيرة بتاعت المتدربين، بعملها في فيديو تاني. وبعد كده هنقضي بقى بقية المهمات كلها والتدريب كله بره. ايه رأيكوا في الأسد ده؟ المهمة اللي هنعملها هنا بعد كده في الجزيرة تبقى مهمة الحقد الأعمى. دي برضو من المهمات اللي هي الصعبة أوي في الجزيرة يعني. ماشي، في السيف ادي. بس كده يا جدعان خلصنا المهمة. الدنيا جميلة ماشي، وفيديو جميل ولعبة جميلة وشخص جميل. متنسوش تعملوا اشتراك. اوكي، واشوفكوا بقى في لعبة جديدة. مع السلامة.